RDP. واخ. لا ديفيرونس اونتر في بي اس شرحنا الفي بي اس وفهمناه. الار دي بي شنو هو؟ الار دي بي هو ريموت ديسكتوب، هو واحد الحاسوب اللي انت كتكريه وكتدخل ليه باش كتخدم به كحاسوب، كتخدم به كحاسوب. وهذا هذا النوع ديال الخدمات ما كنخدموش به حنايا باش نديرو فيه سيرف، نديرو فيه هو ار دي بي. راه تقدر تانستالي فيه سيرفر اباتشي وتخدم به، زعما تقدر تانستالي سيرفر اباتشي اللي قلنا هو سيت ان سيرفر ويب، تقدر تانستالي فيه وتخدم به الا كنتي خدام ار دي بي ويندوز وتخدم به، ما كاين حتى شي اشكال. ولكن ما كنخدموش به هذا. الار دي بي هو واحد الحاسوب، حاسوب بحال هو سيرفر بطبيعه الحال، ولكن انا كنكريه لاش عدة اعتبارات. مثلا بحال الناس اللي كي بحال اي جي بي اس، مثلا اي جي بي اس هذا الموقع هذا انت في نظرك لاش كيخدموا في نظرك؟ واش انت تيسحب تيمشيو تيخدموا بالبيسيات ديالهم، تيتيشارجيو الافلام بالبيسيات ديالهم وتيابلودوهم بالبيسيات ديالهم؟ لا ما خدامهاش ليه، تيخدم بالار دي بي. علاش الار دي بي؟ حيت الار دي بي هنا تنهضروا على الجيجا بيت، عنده بور كيخدم 10 جيجا بيت، عنده كونيكسيون مزيانه، يعني هو ملي كيتيشارجي شي فيلم تيخدم بالار دي بي، كيتيشارجي بواحد يعني فيلم يقدر يتيشارجي هو في 3 دقائق باقوي تحط في هذاك الار دي بي، ومن داك الار دي بي غير عاوتاني تيكون عنده حتى الابلود مزيان. تنهضروا بالجيجا بيت هنايا، ماشي ديك 100 ميجا اللي عطاك اتصالات المغرب وكتقطع. لا هو راك عنده جيجا بيت، يعني عنده واحد السرعه انترنت خياليه كتيشارجي بها وتعاود يابلودي بها. هذا غيخدم بار دي بي، ما يخدمش ليك، ما يخدمش ليك ب ما يخدمش ليك ما غاديش يخدم ليك ما غاديش يخدم ليك ها علاش داير الكونسلتين وحق الرب المعبود اقسم لكم بالله باش ما بوزبل ما باقيش نهضر معاه. ايوا على دوم صبروا صح باش ما يخدمش باش الابلود يكون عنده سريع، سمعتيني؟ باش يكون عنده الابلود سريع. داكشي علاش كيخدم بالار دي بي، حيت يكون فيه الداونلود مثلا الابلود سريع. سي تان بي سي لي دي بيرفورمانس ديال ان سيرفر، داكشي علاش كيخدم به. كاين اللي تاني مثلا كيخدم بالار دي بي، علاش؟ هو مثلا بغى يتسجل في واحد الموقع وداك الموقع تطلب اي بي امريكاني، تيدير ار دي بي باش يخدم بهذيك الهويه ديالك. حيت انا ار دي بي كاين في امريكان، فهمتي؟ لانه كاين في امريكان، اذا الهويه ديال امريكاني كاين هو في امريكان، ما كاينش هنا. يعني ما كاينش هو هنا، يعني هو بحال كاين في امريكان، يعني هو عنده بي سي ولكن في امريكان ماشي هنا. كاين بعض الناس إيمان سذاجة منهم وهنا تاني طبيعة الحال الشركة اللي تعطيك الـ RDP يقوموا بأعمال تخريبية أو جرائم إلكترونية عن طريق استخدام RDP، يعني عوض ما يخدم بالحاسوب ديالو كيخدم بحاسوب كاين في أمريكان أو لا في روسيا أو لا. المهم حيت هو هادشي تاني فيه نقاش، كاينين دي RDP اللي خدمتي به غيعيقوا بك ولا وقعت شي مصيبة غيبلغوا الأوتوريتيز، وكاينين دي RDP بطبيعة الحال ما تيتعاملوش مع الاوتوريتيز، يعني درتي به شي جريمه ولا هذا صعيب الاوتوريتي ان تحصل على الهويه ديال هذاك الشخص. هادو هما راه دابا المشكل ما اينيوغي هو انا المصيبه الكحلانه هي كتبقى تشوف لي كومونتير وخصني نشوف الاسئله ديال الناس.